إذا نعاود نرجع للنقطة نتاع البداية. النقطة نتاع البداية وش هي؟ هي الحوار. الحوار هذا هو راح يقودنا للتشخيص. لما يكون هناك حوار صريح مفتوح للناس الكل، الناس الكل تشارك فيه، يجي من بعد التشخيص، ومن بعد تجي الحلول فيما بعد. الناس اللي يعتقدوا من انه راهم داروا هذه الاشياء وفهموها وراهم قفزوا لمرحلة واحدة اخرى، هذا الناس راهم يوهموا في ارواحهم ويوهموا في الشعب معاهم. الحوار اذا انطلق في شهر فيفري، ومازال الى اليوم متواصل. حقيقة هو أنه جت بعض الأشياء اللي عطلت هذا الحوار. من بين هذه الأشياء اللي عطلت هذا الحوار الانتخابات الرئاسية، طغت الحوار، وجت فيما بعدها هذه المقابلة نتاع مصر والجزائر، وراه مازال إلى اليوم مازالت الآثار تاعها، مازال الناس إلى اليوم مازال نهار كامل وهما قاضيين الأوقات نتاعهم مع عمرو أديب ومانيش عارف واش. في هذا الحوار كان الأخ أحمد شوشان تقدم بعض المقترحات، ومن بين هذه المقترحات هو أن الحوار يدوم لمدة سنة، قادرين نقصروا فيه وقادرين نمدوه. وأنا شخصيا من الناس اللي شاركوا في هذا الحوار كنت قبلت بهذا المقترح، وفي خلال هذا العام بنت الكثير من الأشياء، وكنت راسلت الإخوة اللي شاركوا في الحوار إذا يحبوا يكونوا في المكتب هذا التأسيسي اللي قلنا لازم يكون. كاين ناس اللي لبوا الدعوة، وكاين ناس اللي ما جاوبونيش حتى، كيف ما يقولوا الحر من غمزة، وأنا من الناس الأحرار. إذن الإطار اللي نشتغل فيه مازال ما تحددش، احنا رانا مازال في حوار، والحوار راهو مفتوح للناس الكل، ما فيه حتى اقصاء. كل انسان يحب يشارك في الحوار يشارك، كل انسان يحب يكون في هذه المبادرة يتفضل بالمشاركة، سواء من خلال الحوار الجاري على منتدى بلا حدود، في منتدى المصالحة يقدر يمد التصور تاعه، يقدر يدير اقتراحات، يقدر يسجل بعض الملاحظات، أو من خلال المشاركة على موقع نتاع اليوتيوب. المكتب لحد الآن مازال ما تشكلش، والعمل اللي رانا نقوم به مازال متواصل. الانطلاقة هي الحوار، والحوار راه مفتوح للناس الكل. يعني الإنسان اللي راهو في النظام والله يعمل لصالح النظام قادر يشارك في هذا الحوار، الإنسان اللي راهو في المعارضة أيضا يشارك في هذا الحوار. كما قلت من أن هذه المبادرة لا تخضع لحتى تأثير، لا تخضع إلى أي تأثير، لا التأثير تاع الناس اللي راهم داخل النظام أو يعملون لصالح النظام، ولا إلى الناس اللي راهم في المعارضة أو يعملون لهم. هذه المبادرة مستقلة، لا تهدف إلى إنشاء حزب ولا إلى جمعية ولا إلى حركة، وإنما الهدف الأساسي الأول نتاعها والأخير هي المصالحة الوطنية الحقيقية، اللي قلت من أنه ما نقدروش نوصلوا لها يعني هكذا بالسرعة، وإنما بعد عمل جاد وطويل. أعطيت مثال في وقت سابق، قلت أنه الإنسان اللي يحب يصالح بين اثنين هو أنه لابد أن يستمر في العمل تاعه. التوقف نتاعو راه رايح يخلي انه الصراع هذاك يعاود يرجع بين طرفين. الناس اذا اللي يعملوا للمصالحة الوطنية ما لازمش يتوقفوا، لازم يبقوا مستمرين في هذا العمل التحسيسي والتوعوي، ولازم هناك اشياء لازم نقوموا بها. هذه الاشياء راها رايحة تعطي الدفع لهذا العمل. من بين هذه الاشياء هو انه لازم يكون موقع خاص بالنشاط اللي نقوموا به، ما يكفيش هذا اليوتيوب، لازم يكون موقع مستقل. الموقع لحد الآن هو راه موجود،
للأسف أنه لحد الآن مازال ما لقيتش مصمم جزائري. ماذا بينا على جال باش نلقاو مصمم مقتنع بهذا العمل اللي رانا نقوم به بدون ما نظل داخل في التفاصيل. ايضا تحدثت على قضيه نتاع القناه تاع المصالحه اللي راني نجي فيما بعد نتحدث على التفاصيل تاعها، وكنت قلت من انه راني توجهت بطلب نتاع استشاره منتدى الجزيره الاعلامي. الاستشاره هذيك لحد الان ما جاتنيش، وانه قيل لي من طرف هذا المديره اللي اسمها امل بعثت لي رقم الهاتف والفاكس نتاع القناه تاع الجزيره وقالت لي اتصل بهذه الجهه، وكانوا دايرين منتدى مفتوح على العام، والاستشاره كانت من المفترض انه تكون على العام، لكن من بعد بدلوا الراي نتاعهم، من بعد حتى المنتدى هذا قلبوه خاص. المهم لازم تكون قناه فضائيه مختصة في الشأن الجزائري وتحديدا تعمل للمصالحة الوطنية الحقيقية، لأنه من خلال هذه القناة رانا رايحين نكسر الكثير من الحواجز النفسية من خلال الحوار الصريح والشفاف، من خلال كشف الحقائق، من خلال التحسيس، من خلال التوعية، ومن خلال أيضا تبني القضية وعدم تركها لأطراف أخرى اللي راها تاجر بالقضايا نتاع الجزائريين. كثير من القنوات اللي راهم يتاجروا ويديروا في الارباح نتاعهم على حساب الجزائريين، لابد من قناه فضائيه تكسر هذا الحصار المضروب على الشعب. اذا تحدث على الموقع وتحدث على القناه الفضائيه وتحدث ايضا على المكتب. المكتب لحد الان الاطار تاعو مازال ما تعينش، فيه ناس اخرين اعلنوا المساندة نتاعهم للمبادرة، هاد الناس ما مش حابين يبانوا في هذه المرحلة، ربما يبانوا في مرحلة اخرى. وحنا قلنا من انه هذه المبادرة تتشكل من الناس اللي شاركوا فيها، كاين الناس اللي راهم شاركوا من خلال الحوار وراني بعث لهم مراسلات، فيهم ناس اللي قالوا لي من انه راه مازال يواصلوا الحوار، وكاين الناس اللي اعلنوا الانسحاب تاعهم من خلال عدم الرد على الرسالة تاعي، يعني كيف ما قلت الحر من غمزة. ربما ناس يسألوني على مبادرات أخرى، وش العلاقة نتاعكم بمبادرات أخرى؟ أنا شخصيا ما عندي حتى علاقة بناس آخرين، نشتغل بوضوح في هذا الإطار تاع المصالحة، ما عنديش شيء واحد آخر نشتغل فيه. الانسان اللي راهو يشتغل في شيء واحد اخر ربي سهل عليه، مبروك عليه. انا في رايي هو انه اي مبادره لازم تنطلق من حوار صريح شفاف، لابد انه يكون تشخيص من خلال هذا الحوار، من بعدها اننا نوصل فيما بعد لتشكيل هذا الاطار، لانه الناس اللي يديروا اطار من بعد انت تدخل تلتحق به هذا الناس ما يروحوش بعيد. الشيء اللي احنا نشتغلوا له هو انه الاطار يجي فيما بعد، لانه هذه المبادره هي شعبيه ولازم الشعب يشارك فيها من خلال الحوار. هو انه الان هذا الحوار مفتوح للجميع، الانسان اللي قاري، الانسان اللي مش قاري، الانسان اللي غني والانسان اللي فقير. هذا الحوار هو مش خاص بالنخبه ولا نتاع نخبه، احنا ما راناش راح نزوقوا على الناس، احنا محتاجين الرجال. قادر انسان يكون انسان امي ولكن رجل، وقادر انسان تكون عنده دكتوره ولكن جبان ما يقدرش حتى يخرج وثيقة من البلدية. إذن احنا محتاجين الرجال، الجبناء هذوك ربما نحتاجوهم فيما بعد في كشما أمور واحدة أخرى. احنا الآن في المرحلة هذه محتاجين المجموعة نتاع رجال.